سؤالي معي هي الديتونا 50th anniversary للديتونا اللي كانت ريليست ب 2013. هي أول ساعة بيعملوها رولكس بلاتينوم للديتونا، فهي صحيح كرونوغراف بس سوبر هاي اند كرونوغراف، فهيدي الفرق بينها وبين الأولد ديتوناز. وغير إنه غيروا الدايل، سووا الآيس بلو دايل معروف برولكس، والبراون سيراميك شوكليت سيراميك البازل. الديتونا هي الايكونيك فيرست كرونوغراف عملتها رولكس، نزلتها ب 1963، ومن وقتها بدوا اللاين تبع كل الكرونوغرافز اللي هن سموهم ديتونا. الريفرنس تبعها 116506، وهي اول ديتونا بتنعمل من بلاتينوم، فهي كرونوغراف بس كمان هاي اند كرونوغراف للشخص اللي بحب يلبسها على سهره او طلعه في يلبس الساعة. الحلو بهالساعة انه الدايمتر تبعها 40 مليمتر. رولكس استعملت اللي بسموه الايس بلو دايل، اللون الازرق اللي مثل ما شايفينه بالدايل، اللي هو كمان استعملوه بالياوت ماستر وبالدي ديت نفس اللون. البازل هو من لون المارون، كمان لون جديد عملته رولكس، استعملته على البازل واستعملته على ثلاثة سب دايلز اللي هن معروفين بالكوسموغراف الديتونا. الشغلة كمان حلو الواحد يعرفها اذا بده يعرف إذا هي ديتونا بلاتينوم أو لا، لما الواحد بيلف الساعة على الكراون بيطلع تحت الرولكس كراون بيلاقي ثلاثة دوتس، اثنين كبار وواحدة صغيرة، لما يشوف الدوتس يعني هي الساعة بلاتينوم فول بلاتينوم. هلا السعر للساعة لأنها 50th anniversary ولأنها كلها بلاتينوم هي تقريبا 275,000 درهم، وطبعا السعر عالي لأنه هي أول مرة بيعملوا بلاتينوم للديتونا، فما تقارنها بالديتونز العاديين لأنه في فرق كبير بالسعر، يعني لأنه الماتيريال المستعمل.